خليني أطير. هذا الفيلم يقدم الأعراف الاجتماعية وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية في المرحلة ما قبل عصر رؤية 2030. لذلك مشاهدين الفيلم يلاحظوا الإيجابيات التي تجدها المرأة بالسماح لقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية. هذا الفيلم يقدم المملكة كأحدى دول القرن 21 والتطور تدريجياً. يعرض هذا الفيلم دعم وتعاطف الرجال السعوديين من أجل مشاركة ونجاح المرأة في المجتمع. سيتم عرض هذا الفيلم السعودي في المهرجانات ودور السينما المحلية والدولية. القصة تتحدث عن حقوق المرأة وتتمحور على تشجيع المرأة لقرار الحكومة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة. تظهر القصة أن المرأة في المملكة العربية السعودية يحصل على فرص قيادة السيارة دون إزعاج، وعندما يحاول الرجل الشرير التدخل يتم القبض عليه ومحاكمته، ويعتبر هذا هو الرد على وسائل الإعلام العالمية السلبية اللي تنشر أخبار الجرائم في المملكة العربية السعودية لكنها تتجاهل عن عمد عن معاقبة الجنات لمحاولاتهم الاعتداء على المرأة. خليني أطير. Let me fly.